يعني زي ما حضراتكم شايفين وبتتابعوا معانا خلال هذا البث المباشر لحظة تشييع جثمان والد الفنانة دينا الشربيني وانهيار أسرة والد دينا الشربيني. زي ما حضراتكم شايفين يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. يتم الآن تشييع جثمان والد الفنانة دينا الشربيني إلى مثواه الأخير، يعني ربنا يرحمه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي متابعينا الكرام، احنا مع حضراتكم من مسجد المشير طنطاوي، حيث تم أداء صلاة الجنازة على والد الفنانة دينا الشربيني، وسيتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير. خلاص كده، خلاص.